منتخبنا العراقي بهاي الأيام مرغوب، والسبب قرب أسلوب لعبة من المنتخب السعودي والمنتخبات الآسيوية المشاركة بالمونديال. لهذا تشوف منتخب مثل المكسيك يدفع فلوس على مود يلاقي المنتخب العراقي في إسبانيا. مثل ما تعرف أن المنتخب المكسيكي بلاعبين مميزين ويقدمون أداء رائع مع أنديتهم في أوروبا، مثل اللاعب لوزانو لاعب نابولي، ألفاريس لاعب أياكس أمستردام، كورونا لاعب إشبيلية، بالإضافة إلى راؤول خيمينيس لاعب ولفرهامبتون. اللي شفتهم قدامك نجوم يعول عليهم المنتخب المكسيكي للعبور للدور الثاني في كأس العالم. صحيح أن هؤلاء المحترفين لن يشاركوا أمام المنتخب العراقي، لكن هل بقية اللاعبين هم لاعبين عاديين مستواهم متدني؟ بالتأكيد كلا. فمنتخب المكسيك من المنتخبات القوية مقارنة بالمنتخبات الآسيوية، وطبعا انتم تعرفون منتخب المكسيك من يصعد للمونديال دائما يقدم أداء جيد. الآن انت بالتأكيد تذكرت الحارس أوتشو، حارس المنتخب المكسيكي اللي دائما تشوفه يقدم أداء مذهل بالمونديال ومن بعدها يختفي. اي نعم، أوتشو ممكن تشوفه يلعب ضد المنتخب العراقي لأنه متواجد في معسكر المنتخب المكسيكي، فممكن نشوف هذا الحارس يواجه المنتخب العراقي في اللقاء المرتقب ما بين العراق والمكسيك. اللي يظن انه هذه المباراة هي راح تكون بلاعبين محليين وهي غير مهمة للمنتخب المكسيكي فهو مخطئ. المنتخب المكسيكي بالتأكيد اختار اللاعبين، ما اغلبية اللاعبين اختارهم، لكن اللاعبين المحترفين ما انضموا الى المنتخب الى الان. لهذا انت تشوف الجدول مع المنتخب المكسيك، اختاروا اسبانيا كاخر مرحلة لهم ومن بعدها يروحون ويتجهون الى قطر، ولعبتين فقط عندهم امام المنتخب العراقي وامام المنتخب السويدي، ومن بعدها يروحون يشاركون بكأس العالم. لهذا المباراتين تعتبر مباريات تحضيرية مهمة، ومن خلالها راح يشوف المدرب مارتينيو اللاعبين اللي يفيدوه في كأس العالم. وبما انه احنا ذكرنا المدرب المكسيكي فاكيد احنا اغلبنا نعرفه، المدرب الارجنتيني جيرارد مارتينيو، المدرب اللي سبق له وان درب برشلونة، اليوم هو مدرب لمنتخب المكسيك. من المدربين الجيدين، دائما المنتخب المكسيكي يختار مدربين أرجنتينيين، طبعا موجود وياهم من عام 2019، ودائما هم يحتفلون به. إذا شوفون حتى الجدول مالتهم الخاص برحلة إسبانيا راح تشوفون أكو يوم مخصص للاحتفال بعيد ميلاده وعيد ميلاد بعض اللاعبين، فهو من المدربين القريب من اللاعبين. كذلك يمتلك أداء جيد باللعب، فهو دائما يلعب بشكل هجومي بطريقة 4-3-3. طبعا لعب 61 مباراة مع منتخب المكسيك، فاز ب 40 مباراة وتعادل ب 11 وخسر فقط ب 10 مباريات كانت أمام منتخبات قوية مثل الأرجنتين. لهذا تقدر تقول يعتبر سجل المدرب هذا سجل مميز بالنسبة للمنتخب المكسيكي. وأعتقد أنه المنتخب العراقي راح يواجه خصم جدا صعب، راح يستفاد من هذه المواجهة بشكل جدا كبير. أما مدربنا السيد راضي شنيشل، فمثل ما تعرفون اختار التشكيلة مالته من لاعبين محليين ولاعبين محترفين، وبالنهاية اتقلصت القائمة مالته، فبعض اللاعبين من عندهم اعتذر، ومنهم اللاعبين اللي تم استبعاده على الشكل التالي. مثلا الكابتن راضي شنيشل استبعد اللاعب محمد علي عبود بقرار من المدرب، يعني هو اللي قرر انه يتم استبعاد محمد علي عبود لاسباب يمكن هو ما مقتنع باللاعب، فلهذا تم استبعاد لاعب القوه الجويه. اما اللاعبين الاخرين هم كل من حسين علي، زيدان اقبال، علي الحمادي، ميرخاز دوسكي، كيفن يعقوب، مهند اجعاز، هذول المحترفين ايضا لم يلتحقوا بالمدرب او لم يلتحقوا بالمنتخب العراقي لاسباب مختلفه، فمنهم من هو مرتبط بالنادي مالته ونادي مالته منطقه، ومنهم اللي راد يسوي عملية بهذه الفترة فأيضا ننطيهم بعض الأعذار. لكن خلينا نضع النقاط على الحروف. اليوم السيد راضي شنيشل صار لفترة هو مدرب المنتخب العراقي، هو صحيح مدرب مؤقت، لكن من إجا انطى فرصة جدا كبيرة للاعبين المحترفين خارج العراق، فبالتالي اليوم اللاعب اللي يريد يمثل المنتخب العراقي يا اهلا وسهلا به. اما اللاعب اللي عنده عذر فاحنا نشوف العذر مالته، بالتاكيد النادي مالته اذا ما انطى فهذا عذره مقبول. اما اللاعب اللي ما يريد يمثل المنتخب العراقي فبصراحه هي الفرصه تجيك مره واحده، انت كلاعب ممكن ما تقدر تمثل غير منتخب العراق، اذا كانت عندك فرصه تمثل منتخب غير العراق روح مثل منتخب غير العراق. لكن من وجهه نظري حاليا اللاعبين الموجودين المحترفين العراقيين نهايتهم تكون هي انه يجي يمثل المنتخب العراقي، فاللي بيجي مثل هاي فرصة له، فرصة اعتقد انه ما راح تتعوض بالنسبة له، لانه بهذه الفترة الاتحاد العراقي والمدرب العراقي مفتوح الابواب لك. اذا تحب تمثل المنتخب العراقي يا اهلا وسهلا بك، اذا ما تحب تمثل المنتخب العراقي فاكو 10 لاعبين غيرك ممكن انه يجون ويمثلون المنتخب العراقي. هذا كلامي طبعا دا اتكلم به استثني من عند اللاعبين اللي عندهم عذر، مثلا اللاعبين اللي مرتبطين بانديتهم، لانه مثل ما تعرفون اللاعب من يرتبط بالنادي مالته يقدر انه يترخص من
النادي مالته بايام الفيفا داي، اما اللاعب اللي ما يقدر يترخص والنادي مالته ما ينطي فهذا معذور كلاعب وما يشمله كلامي، لكن كلامي هذا يشمل اللاعب اللي قاعد يتحجج. واليوم اذا تكلمنا ببعض اللاعبين المحترفين اللي جابهم الكابتن راضي شميشل نقدر نقول انه هواية اكو لاعبين محترفين وممكن انه ياخذون فرصه. فاني بالنسبه لي اشوف اللاعب عمار محسن اللي اجى اللاعب كراس حربه اعتقد راح يغنينا عن هواية لاعبين وراح يكون هو منافس بشكل اساسي بالمنتخب العراقي. فاعتقد عمار محسن اذا اجى وقدم اداء جيد خلال مباراه واحده ممكن يقدر يكون هو اللاعب الاساسي او راس الحربه الاساسي للمنتخب العراقي، خصوصا بالفتره الاخيره احنا ما عندنا هواية رؤوس حربه، يمكن ايمن حسين ومرات علي اختلافات ممكن يقدم اداء جيد او بعض الاحيان ما يقدم اداء جيد. فانت اذا تجيب عمار محسن وتدخله بالمواجهه هذه راح تخلي راس الحربه او مركز راس الحربه دائما يشتعل التنافس ما بين ايمن وما بين عمار محسن، فبالتالي هذا الشيء والامر كله ايجابي للمنتخب العراقي. فاليوم احنا نشوف ايضا اكو بعض اللاعبين اللي يمكن لاول مره راح يجون يمثلون المنتخب العراقي كلاعبين محترفين، ممكن اذا اجوا واخذوا فرصتهم راح يثبتون وجودهم بهذين الاربع مباريات اللي راح تكون بهذا الشهر، ممكن راح يكون لهم يعني اسمهم راح يكبر مع المنتخب العراقي، واعتقد شخصيا انه راح يكونون من نواه المنتخب الجديده. فهذه الفرصه بشهر 11 اللي راح تجي اعتقدها فرصه ذهبيه، فاهلا وسهلا بكل اللاعبين اللي يحبون يمثلون المنتخب العراقي، وهارد لك للاعبين اللي ممكن ان يفوتهم القطار بسبب بعض الخيارات الخاصه بهم. استثني اللاعبين اللي هم مرتبطين بانديتهم وانديتهم ما انطتهم مثل زيدان اقبال ولاعبين اخرين مثله. وهنا قبل ما انهي الحلقه اوجه رسالتي الى بعض البرامج التلفزيونيه وبعض الاعلاميين، انا ما اعرف ليش انتم دائما متخذين اللاعبين المحترفين ماده اساسيه لكم، يعني لاعب محترف ما اجى المنتخب العراقي لا تقلب الدنيا، خلاص ما اجى المنتخب العراقي اكو واحد غيره ممكن يجي ويمثل العراق. اما احنا اليوم نجي وكل يوم بكل لقاء تلفزيوني خمس برامج تلفزيونيه يتكلمون ليش فلان ما التحق وليش فلان ما التحق، فهذا الامر مو طبيعي. يعني يقول لكم ماده اخرى ممكن تتكلمون بها تفيدون المنتخب، تفيدون المدرب، تفيدون الجمهور، تثقفون الجمهور، احسن ما تظل تتكلم كلام مكرر بكل يوم. فنصيحه من عندي لهم ولبعض المدربين اللي ايضا يطلعون وينتقدون، ممكن انه تنتقد لاعب محترف انتقده مره واحده، حتى اللاعب المحلي لا تلحون عليه بالانتقاد، فاللاعب من تريد تنتقده انتقده مره واحده وخلاص، مو كل يوم انت جاي وهاجم عليه على نفس الموضوع. وقبل نهايه الحلقه ايضا احب اقول انه اللاعب المفروض من يمثل المنتخب يكون واثق من قراره، مو يمكن يمثل اول مره يصير الا واهس وبعدين شويه يخرب واسه وما يجي المنتخب ويعم بهذا تصرفه على بقيه اللاعبين المحترفين. فرساله مني الى اللاعب اللي يحب يمثل المنتخب العراقي، اقتنع بالبدايه، اذا ما مقتنع لا تجي تمثل المنتخب العراقي وتورط اصدقائك او زملائك اللي حابين يمثلون المنتخب العراقي، لان مثل ما تعرفون احنا بالعراق عندنا زخم اعلامي وعندنا كلام هواي واكو ضغوطات، ممكن الاتحاد او مدرب المنتخب يتاثر. وبما انه احنا تكلمنا عن مدرب المنتخب فعلى ما يبدو ان المنتخب العراقي راح يدربه الاسباني كاساس، واعتقد انه هو قريب جدا حاليا وصل يمكن الى تركيا وخلال الساعات القادمه حيكون متواجد الى بغداد. فهذه المباريات اللي راح تلعب راح يقودها المدرب راضي شنيشل راح تكون تحت اشرافه وتحت انظار المدرب، لهذا المدرب الجديد راح يكون متواجد وقريب من اللاعبين بهذه المباريات. فاللاعب اللي يحب يريد يبرز ويثبت وجوده الملعب قدامك اربع مباريات، اذا قدمت بها اداء جيد حتى لو كان المنتخب العراقي نتائجه سيئه فالامر طبيعي. فاحنا ما راح نضغط عليكم مثل الاعلام من يضغط عليكم ويقول لكم انه حتخسرون خمسه وحتخسرون عشره، احنا بالنهايه نحب نشوف منتخبنا يلعب ويا منتخبات كبيره وشويه شويه يتطور، ما علينا احنا بالخساره او بالنتيجه، اهم شيء اذا قدمت اداء جيد وانت تكون مستواك جيد بالملعب فاحنا بالتاكيد راح ندعمك كجمهور عراقي. الى هنا وصلت الى نهايه الحلقه، شكرا لانه تابعت القناه، شكرا لانه ارسلت هذه الحلقه الى صديقك، وايضا ما انسى اشكركم على اللايك والتعليقات مالتكم المميزه، اشوفكم بحلقات اخرى ان شاء الله، مع السلامه.